للتطوع غير لا جاب صدق احساس واحنا نحب الخير الخير قدمه للناس صنايع المعروف مصدر تخينا وإيماننا بالله أسمى. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليست الكفالة فقط بمبلغ يدفع له، وإنما أيضا برعاية هؤلاء الأيتام. جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني مكتب غزة أبى إلا أن يشارك الأيتام اليوم فرحة، وأن يكون هناك دعم نفسي ومعنوي لهؤلاء الأطفال من خلال الألعاب، وذلك حتى يشعروا بأنهم محظونين من قبل إخوانهم في الشعب الجزائري الذي يحبهم أكثر مما يحبون أنفسهم. فعل التطوع غير قدم باسمه وباسم ولادي، يعني بكل النساء الذين بعث لهم جمعية البركة شكر جزيل وبارك الله في جهودهم، وبتمنى من الله عز وجل انهم يكون في ميزان حسناتهم ان شاء الله، لانها بتعني حاجات كتير بالنسبة للأطفال عندنا هنا في فلسطين. شكراً جزائر، شكراً حاسي مسعود، شكراً حاسي مسعود، شكراً جزائر، شكراً حاسي مسعود. لا جاب صدق إحساس فعل التطوع غير لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدمه للناس.